كويز. مجموعة من الأسئلة يا عزيز من غير برشا لقمية بتجاوبني عليهم. شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي توا؟ كرة القدم؟ إيه. يوسف مساكني. أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ طارق ديال. أحسن لاعب في الترجي توا؟ توا في الترجي الهوني. أحسن لاعب في تاريخ الترجي؟ طارق ذياب. باهي، لاعب في بطولاتنا تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ توا يظل الأغلبية، الأغلبية غادرت البطولة يعني، برشا مشاو يلعبوا لبرا. تحكي على الملاعبية اللي موجودين توا في تونس في البطولة التونسية؟ في تونس في الترجي الرا الوليد بن رمضان يعني في في الشبان نجم يلعب لبرا. الخنيسي زاد يعني قادر يظل يلعب، ولو انه مشي للسعوديه بقى. اي وقيت وقيت باهي تو عطى برشا للترجي مش يلعب لبرا. الجماعات الاخرين الحق من الملاعبيه ما نعرفهمش بكدير. شكون اقرب لاعب ليك؟ والله تو اللي يلعبوا تو نقولوا خليل شمام، خاطر كان معايا كان يلعب في الوسط وقت كنت انا رئيس ترجي. علاقه طيبه. شكون اللاعب تصورته كان يعمل مسيره خير من اللي عملها؟ في الترجي ولا في اون جينيرال؟ اون جينيرال نرجع للكام تاع يوسف مساكني يعني غران تالون يعني، كنت نتصور يعدي عامين وثلاثه في قطر ومن بعد يمشي يلعب في 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 اوروبا. شكون تعتبر احسن مدرب تونسي اليوم؟ انا مغروم خلب ناحي الحق كمدرب خدمت معاه، معاك برشا خدم معايا برشا ونعرفه بالكدا فهمتي، وكنت نحضر في التمارين معين زاد تو قاعد يخدم خدمه باهيه. والمدرب نعم السير تفرست في الجمعيه الحق خدم خدمه باهيه. شكون احسن مدرب في تاريخ تونس؟ شكون اللي يربح اكثر القاب يعني نقول فوزي بن زرتي. ماتش يقعد في بالك ما تنساش بالنسبه لتونس ولا بالنسبه كما تحب انت؟ ماتش يقعد في بالك وكهو ما نحددلكش. الفترة اللي عديتها في الـ في الـ في الترجي يعني النهائي مثلا نتاع الكاس اللي مع الافريقي 60,000 في رادس وضربة جزاء في اخر اخر لحظة يعني اخر ضربة جزاء اللي ضيعها سعد الوتاني الله يرحمه المرحوم. اي صحيح ضيعها وقتها وجمع قبل فزنا بالبطولة زاد يعني مفاجأة النجم خسر في كان متذكر يعني خسر في مستير تلعب 10 وربحنا احنا في حم نمف، خاطر اخر مقابله كانت مع النجم في سوسه ووقتها ماتيماتيكمون ربحنا. هذوما يعني خاطر كنت مسؤول يعني عايش يوميا مع الفريق والمشاكل نتاع نتاع الكره. بونتو ما تنساهش يقعد في بالك وقت انت كنت رئيس الترجي؟ بونتو والله ما ثماش بونتو يعني غير تاريخ البطوله ولا 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 الكاس. نتذكر ربحنا وقتها عام الاولاني ربحنا الافريقي 4-1 في الكاس ربع نهائي ذلي وكان الفريق يعني كنا كل شبان. ذكرى طيبه. ماركوس مركزوز اللي هكا اي ماركوس اي صحيح مركزوز ذلي ماركوس وقتها. شكون اقوى جمهور لعب ضده؟ والله ثم برشا برشا ملاعب يعني لقينا فيهم جمهور سخون يعني اللي يقعد في بالك سوسه باقي صفاقس زاد بنزرت قفصه نذكر زاد وقت قفصه كانت اقوى من باش نقيد لي توال نخفيها الاولى. حكمه تامن بها شنو هي؟ حكمه ديما تمشي بها تامن بها يعني يكون انسان يخدم على قاعده بالمبادئ نتاعو وينجح. شنو هي الحاجه فيك ما تعجبكش؟ يعني انسان ساعات يبدا راسه صحيح حاجه مش باهي لازمو يسمع اكثر. ثم عباد اللي تحب تنجحك وعندها افكار وساعات غلطت وما سمعتهمش. شكون تعتبر احسن لاعب في العالم؟ في العالم توا ميسي، اما بصفه عامه نقول مارادونا. واحسن مدرب؟ احسن مدرب يعجبني انشيلوتي الحق في تونس.
في تونس. في تونس قلت فوزي بنزرتي. أي. في العالم أنشيلوتي. بنزرتي هو اللي ربح أكثر يظل فوزي بنزرتي. في العالم أنشيلوتي. أنشيلوتي خطر حد برشا باهي زيدان باهي زاد ما أنشيلوتي يعني يلعب الرجلة كما نقولوا يعجبني. ديجا ايفرتون بدلها في الانجليز، انت جاي خام تقول زعما شنو يسالني شنو سؤالات تراحم؟ لا عارف اسئله معروفين محسوب كانت هذه لوكويز. لوكويز